تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الانطلاقات في هذا الصباح الجميل من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثاني عشر وهو شوط الخاص بالحجاج الجعدان. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين مع هذه الأعداد الهائلة، مع هذه الشعارات المتميزة اللي تبحث عن ناموس هذا الشوط. ننطلق بالصدارة، وأرى مياس من قاد المجموعة، أحمد بن خميس بن خليفة الخيلي ينطلق بالصدارة، يلي مع المركز الثاني الأسد لسهيل بن عبيد بن خيرات العامري. نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وغازي راشد بن علي بن راشد بن ساعد الظاهري يتقدم على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات المرزم خليفة بن بخيت بن محمد المنصوري، ومن الجانب الآخر أيضا التقدم والتسلل على مستوى المركز الخامس في هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. ما شاء الله ما شاء الله. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الذيب لطارش بن سعيد بن محمد الكعبي، والتقدم التقدم مع المركز الخامس. أراهني أيضا الفهد الفهد بشعار منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري، والانطلاق القادم التحدي القادم نتابع وضاح لحمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي، بينما انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع نتابع الاتحاد لسالم بن سليم بن دوده العامري، ومع المركز الثامن ثامن التحديات شاهين لسهيل بن مبارك بن يطبع العامري، ومع المركز التاسع تاسع نتابع لهب لسهيل بن محمد بن حطم العامري، بينما انطلقنا مع المركز العاشر بأرى التقدم للمتحد لحمد بن علي بن بريك الفيده المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز العشرة المتقدمة، ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط والأسد اللي قاد المجموعة سهيل بن عبيد بن خيرات العامري يتقدم، يتقدم مع الصدارة، ولكن أنا المرزم لخليفة بن بخيت بن محمد المنصوري ثانيا، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر. المركز الثالث أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل التسلل من درب محمد بن مبارك بن محمد الراشدي ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات الهجوم في هذه اللحظات، ما شاء الله متعب 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 لناصر بن سعيد بن غدير العرياني يتقدم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيرة. ما شاء الله تبارك الله. نتابع نتابع البداية مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله، والمرزم يتسلل لخليفة بن بخيت بن محمد المنصوري قاد المجموعة، قاد المجموعة، ولكن شعار بن خيرات من الجانب الآخر. ما شاء الله تبارك الله، انطلق الجميع في اللحظات الأخيرة. الأسد 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 كشر عن نيابه في اللحظات الأخيرة كعادة هذا الشعار. تهانينا للسهيل بن عبيد بن خيرات العامري، واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة. ما شاء الله تبارك الله، ولكن أرى متعب مع المركز الثاني لناصر بن سيف بن غدير العرياني، والقدوم من غازي لخميس بن عبد الله بن حمد المنصوري. اللحظات اللحظات الأخيرة، المنصوري يعلن الهجوم، يعلن التحدي. مقازي غازي غازي غزا الصدارة، انطلق بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة. تهانينا لخميس بن عبد الله بن حمد المنصوري المركز الثاني. يأتي أيضا مهند عمر بن راشد الخيري المركز الثالث. بن خيرات ينطلق مع الأسد، ومع المركز الرابع التحديات المتعبة لناصر بن سيف بن غدير العرياني. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات من خداع لجاسم بن سالم بن علي الغيلاني ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، ولكن غازي اللي غزا الصدارة في اللحظات الأخيرة وانتزع ناموس هذا الشوط ليهدي السلامات والتحديات مع إثارته وانطلاقته متميزة. خميس بن عبد الله بن حمد المنصوري من انطلق في اللحظات الأخيرة،
غازي اللي قاد المجموعة في اللحظات الأخيرة حامل للرقم 47. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية، ينطلق في الأمتار النهائية. 4 دقائق 35 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لخميس بن عبد الله بن حمد المنصوري على فوز غازي بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول مهند، 4 دقائق 36 ثانية، جزئين من الثانية. التهاني لعمر بن راشد بن سبت الخيلي، واللي وصل مع المركز الثالث الأسد بشعار سهيل بن عبيد بن خيرات العامرياتي بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 36 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. كما ننوه بأن صاحبة المركز الثاني في شوطنا الحادي عشر اللي هي حصلت على المركز الثاني الظبي باسم راشد بن علي الزرعي، تهانينا على فوز الظبي بالمركز الثاني في شوطنا الحادي عشر.